اليوم الأم هي السند الحقيقي لأولادها، هي اللي بتذلل العقبات اللي بتواجههم وأيضا قادرة أن توصل أولادها لبر الأمان. الأم اليوم تستنزف كثير من طاقتها وصحتها وقدرتها من أجل حماية أولادها ومن أجل رعاية أولادها، لكن اليوم أمهات أطفال متلازمة داون لهم اهتمام مضاعف لأطفالهم ولهم تعب وتضحية مضاعفة وبيستحقوا الوسام يا هايدي. أكيد يا ليلى، بما أنه كان الخميس الماضي 21 آذار اليوم العالمي لمتلازمة داون، لابد اليوم مشاهدينا أنه نحكي أكثر عن أمهات هدول الأطفال، عن تضحياتهم ومعاناتهم. أكيد رحلتهم ما كانت سهلة أبدا، كان في كثير من العقبات اللي مروا فيها، ولكن قدروا أكيد يواجهوها من لحظة الولادة ومروراً بالخوف من نظرات أو عبارات التنمر اللي منعتهم يمكن من الاندماج بالمجتمع، وصولاً أكيد لحث مواهبهم وملكاتهم المختلفة وتنميتها بمختلف المجالات، سواء كانت فنية أو رياضية، لتكلل جهودهم بالنجاح أكيد ليتحولوا أبنائهم لأبطال حقيقيين، لقصص أكيد بتستحق أنه نحن نضوي عليها اليوم. مشاهدينا رح نحكي أكثر عن الموضوع، بيسعدنا أن يكون معنا لليوم اختصاصية التربوية عائشة إدليبي قشاش. صباح الخير عائشة. صباح. كل عام وأنتي بخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب. طبعا بنعرف الامهات دائما لهم اهتمام وتعب وتضحياتهم تجاه اولادهم، لكن يمكن امهات اطفال متلازمة داون لهم تعب مضاعف تجاه اطفالهم. خلينا بالبدايه نعرف مين هن اطفال متلازمة داون. تماما، اكيد هو بدنا نوجه معايده لكل الامهات، يبقوا بخير يا رب. آمين. والمعلمين، كان يوم الخميس يوم بهجه برمضان. صحيح. وكله يوم حافل بالاعياد، وبدي انتهز الفرصه عايد والدتي ان شاء الله كل عام وهي بخير يا رب. الله يطول بعمرها يا رب. الله يسلمك يا رب. يوم الخميس كان هو اليوم العالمي ل 21 اذار، هو يوم عالمي لذوي متلازمه داون، هو اللي بيكون لرفع الوعي بهي الفئه ومحاوله دمجهم بالمجتمع. فلنعرف اكثر هيك اصحاب متلازمه داون هن، يعني الاطفال اللي بس بيختلفوا عن غيرهم انه هن في كروموسوم زائد. هو اضطراب جيني بيتسبب بهذا زيادة الكروموسوم. عند الأشخاص الطبيعيين بيبقى 46 كروموسوم، أما عندهم بيبقى 47 كروموسوم، فبيصير في انقسام بالخلية بال21. لا نحكي أكثر هيك من دون تخصص بهذا الجانب، يعني بيكون ممكن مترافق مع إعاقة ذهنية من متوسطة لخفيفة، ممكن إعاقات نمو، ممكن صعوبات تعلم، وأكيد في لهم ملامح سمات واضحة مثل العيون المستديرة، عرض اللسان، الرقبة قصيرة، قصر القامة، في سمات جسدية بيتشابهوا مع بعضهم، وهذا اللي سموه متلازمة داون طبعا نسبة لجون داون يلي اكتشف هاي الظاهرة لما كان عم بمشرف على هدول الأشخاص، فشاف أنه هيك بيشبهوا بعضهم فسميت بوقتها منغولي، فبعدها تغيرت هي التسمية وصار أصحاب متلازمة داون. طيب اليوم عائشة، كمختصين وكجمعيات معنية بهدول الأطفال دايما بنقول إنهم أطفال الحب، خلينا نوضح أكثر كيف ممكن نساعد الأمهات اليوم. تمام، أكيد هلأ دور الجمعيات والمختصين والأشخاص اللي بيقدروا يساعدوا الأمهات بالتعامل مع طفل ذوي متلازمة داون والتعريف فيه، فهو بكتير له جوانب. يعني دور الجمعيات ممكن يكون الاستشارات الفردية، ممكن يكون التوعية بهذا الجانب، حتى نعرف مين هي المتلازمة داون، نعرف الماما أول شيء شو هي هي المتلازمة، شو حدود قدرات ابني، شو بيقدر يتعلم، شو ما بيقدر يتعلم، وبالأخص أنه ذكرنا من شوي أنه في ممكن يترافق مع إعاقات وفي منهم عندهم مضاعفات، يعني ممكن عندهم أمراض بالدم، ممكن عندهم أمراض بالمناعة، ممكن في فتحات بالقلب، فكل حدا يعني في فروق فردية حتى بمتلازمة داون وإلى أنواع. فهذا لازم نسلط الضوء على التثقيف بمفهوم المتلازمة داون أول شيء لابنا. بعدها في كتير دورات وفي كتير برامج الأم عليها أنها تبلش تتعلمها، بتبلشوا حتى ببرامج الرعاية الوالدية بعد مباشرة بعد الولادة، لحتى نقدر نعلمه من خلال الأعمال اليومية بعض الأهداف اللي ممكن تساعده على المساعدة الذاتية وعلى المهارات الثانية. وفي كتير إلى أدوار الجمعيات مثل
مثل حكينا بدورات مثلا تعديل سلوك، ممكن دورات بالنطق، استخدام الحمام، دورات بمجال التربية الجنسية للطفل. يعني هي كل مرحلة مثل الأطفال، نحن قدي أطفالنا بحاجة، إحنا يعني بيتصرف سلوك معين بدنا نسأل مختص. أطفال متلازم داون يعني لسه لازم نتثقف عنهم أكثر، وهذا دور الأمهات ببلش أحيانا بمرحلة الحمل. إذا تم اكتشاف المتلازم داون ما بتعرفوا أنه ممكن يكون بمرحلة الحمل يتم اكتشافه. تمام. اليوم لما بدنا نحكي عن الأمهات اللي أو الأسرة بشكل عام، طيب، كيف بدها تستقبل هذا الطفل، طفل متلازم الداون؟ كيف لازم تتعامل الأسرة؟ في أشخاص يمكن هنن قلة قلائل اللي بيحسوا هذا الموضوع كتير صعب لهم، أو ممكن حتى الأهل يتعرضوا لبعض التنمر. اليوم شو هي الخطوات اللي لازم يتبعوها؟ هلأ حقيقة هو عند استقبال طفل من ذوي متلازم الداون يعني مشاعر الخوف مهما كان حجم التثقيف بجانب بهذا الجانب، ومهما رفعنا الوعي عند الأهل أنه هيك ممكن رح يجينا طفل، خصوصي إذا تم اكتشافه بمرحلة الحمل. فمشاعر الخوف والمفاجأة والحالات من القلق، يعني أي أم بدها تشعر لابنها بهي المشاعر إذا ما كان عنده أي حالة خاصة، ما هيك؟ وبالأخص إذا كان في حالة خاصة وفي اتجاهات من المجتمع أنه يا حرام واخطيتها والله يعينها، يعني هي الوصمة اللي بنعطيها مع التعاطف والذوبان بالتقمص الوجداني مع الشخص أنه في شفقة، يعني هذا اللي بتخلي بتقول معناها ابني في مشكلة. فهذا المشاعر اللي بتمرق فيها كل الأهالي بيمرقوا بهي المشاعر، والبعض منهم ممكن يمرقوا بصدمة أنه خصوصي إذا تم اكتشافه عند الولادة. وكثير شغلة جانب الدراسات بأنه كيف نخبر الأهل بأنه خصوصي إذا كان عند الولادة، أنه مثلا خصوصية المكان والزمان، نعرف كيف نوصل الرسالة أنه عنا طفل ذوي قدرات خاصة، يعني طريقة حتى إخبارهم ممكن تعمل لهم صدمة. فممكن يمرقوا بعض الأهالي بصدمة وإنكار، وممكن تختلف من شخص للتاني، من أهل لآخرين بطريقة التعامل مع الطفل. وفي بعض الأهالي ممكن يمرقوا برفض وبعدين يتصالحوا مع الموضوع وصولا للمساومة ثم التقبل. تمام. اليوم عائشة، يعني كل قصص أطفال الداون بصراحة بتأثر فينا، ولكن اليوم أنت خبرينا أكثر كعائشة، شو أكثر قصة أثرت فيكي ولسه متذكرتيها وتخبرينا إياها؟ والله القصص كثيرة صراحة. هلأ هدول الأشخاص، هدول الفئة ودودين، في ابتسامة ظاهرة على وشهم، بس أكيد يعني حسب البيئة، يعني بالنهاية هن أطفال، يعني ممكن يربى على عنف يصير عنيف، ممكن يكون عدواني، يعني مثله مثل أي حدا تاني، يعني ما أنه بس متلازمة الحب اللي هن ما بيعطوا غير الحب، حسب كمان البيئة اللي ممكن هن يربوا فيها. فهن يعني جميع القصص اللي عم تمرق معنا هي كتير مؤثرة، خصوصي بالأخص لما المؤثرة أكتر لما بيكون الأهل كيف تعاملوا معه. في أحد الأمهات يعني دورت على مؤمنة بقدرات بنتها وبتعرف عندها ثلاث فتحات بالقلب، وإن شاء الله يا رب تكون هلا عم تسمعنا هيك إن شاء الله، أكيد من وجه لتحية. فعندها البنت ثلاث فتحات بالقلب وعندها مشاكل بالمناعة وكتير عندها، بس هي مؤمنة إنه إلا ما يكون في جانب معين من هاي الجوانب لازم يكون بنتها تقدر تعمل شيء وتفتخر فيها وتعمل شيء، يعني تضل تركض فيها من مركز لمركز وهيك، لوقت اللي اكتشفت بانه هي عندها مهارات بجسدها في ليونه. هلا هن عندهم ليونه هيك يعني خلقه، فهي صارت لعبت جمباز وراقصه باليه وتطلع اهم المسارح، فكتير اثرت فينا. اكيد احنا عم نشوفهم كثير عندهم قدرات هدول الأطفال، فعلاً عندهم قدرات ومهارات كتير إبداعية، وأثبتوا وجودهم كتير من الأطفال. تماماً ليلى، أنا بشوف أنه كل حدا فينا عنده قدرات، بس ندور بصندوق نفسنا نحن وين القدرة المميزة، حدا يدعمنا لحتى ننمي. تماماً. حتى هدول الأطفال يعني ممكن بجانب معين، حدا جانب شاطر بالخط العربي، شاطر بالتطريز، شاطر بجانب معين، نحن ننمي له إياه ونضوي عليه. مثل نحن يعني، ياما في أشخاص بيموتوا وبيعرفوا مواهبهم، صحيح؟ تماماً. اليوم إذا بدنا نحكي عن اندماج أطفال متلازمة الداون بالمجتمع، كتير مثل ما كنا عم نذكر إنه فعلاً هنون عندهم قدرات، هل اليوم في بعض الحالات ممكن هدول نقول عنهم نحن هدول ما بنقدر إنه أو ما بيقدروا يندمجوا بالمجتمع، أو ما عندهم هي المهارات اللي غيرهم من الأطفال عندهم إياها؟ هلأ إذا بشكل عام عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عم تحكي حضرتك إنه أكيد كذوي الإعاقة، أنا شوي بدقق على موضوع إنه هو أكيد كتسمية إنسانية نقول ذوي همم، هو كتير حلو
وحلو هي الكلمة، بس للحقيقة في أشخاص من ذوي الإعاقة ما نون همم صراحة، فإنه في أشخاص في اعتمادية كلية على الآخر، فإنه ممكن تكون عملية دمجهم في صعوبة، ممكن بجوانب معينة بمشاركات معينة ممكن نقدر ندمجهم، وفي أشخاص تانيين قدرات هي بتختلف حسب قدرات شدة الإعاقة وعمر الطفل وقدي أهله اشتغلوا عليه بمراحل التدخل المبكر، فأكيد فينا. أما أصحاب متلازمة داون كونه نحن متفقين إنه ممكن تكون أغلبيتهم إنه الإعاقة بين خفيفة الإعاقة الذهنية لمتوسط الشدة وفي منهم عميقة وشديدة، بس إنه فينا ندمجهم وعم نلاقيهم كتير يعني بالأيام العالمية بالمعارض قد بيعملوا شغلات فيها القصص الرسم فيها الأمور اليدوية الهاند ميدز فإنهم بيشتغلوا فيها عم نلاقي دمجهم. ممكن إذا سمعنا حتى كيف صار في معيد بمصر بالأردن صار في كمان أشخاص عم يعلموا، فقعدنا حتى فقدي فتحوا مطعم بدمشق أنه عم يقدموا كلهم من متلازمة داون، وفي أشخاص يعني هنا في جوانب معينة بيقدروا يشتغلوا فيها وكل طفل حسب إعاقته وحسب شدته لهي الإعاقة وقدي هو بيقدر ينمي هاي القدرة اللي عنده وممكن يتعلم جزء من مهنة ويبرع فيه. تمام، ببداية حديثنا معك كنا عم نقول إنه هدول الفئة من الأطفال اللي بتعرضوا لكثير من التنمر من نظرة المجتمع اللي حواليهم بتكون أحياناً سلبية، طبعاً فئة من المجتمعات اللي بتكون نظرتهم متخلفة فينا نقول نوعاً ما، فخلينا نقول هون يمكن الأم بتعاني كثير نفسياً من هيدا الموضوع، كيف ممكن ندعمها نفسياً ونقويها أكثر؟ تمام. هلأ للحقيقة التنمر ظاهرة منتشرة اللي عنده إعاقة ما عنده إعاقة صحيح. يعني كله واصل الدم تمام. فيعني أكيد لنحدا نشتغل على أنه نحصن الأم نفسيا، يعني أكيد كيف الأشخاص اللي هن بدها تسمع منهم مثل نحنا، يعني أنت بتسمعي من حدا عم يسمع كلمات ما منيحة مرة على مرة بتفهمي أنه هذا الشخص أنه ما بحيط حالي بهي البيئة ما هيك صحيح. فأكيد لحتى نراعي صحتها النفسية ونرفع مستوى جودة الحياة عنده ونرفع مستوى صحتها النفسية بدنا ننتبه أنه هي مين تتقرب من مين، شو مواقع التواصل اللي ممكن عم تسمعها، شو هي اللي صحة المعلومات اللي عم يعني في كتير معلومات وخرافات عن متلازمة داون بيقولوا لك انه هو مرض وهو موته على 10 سنين وموته على 20 سنة، يعني شايفة هي الأخبار. هلأ نحن كأشخاص عاديين مثلا ما عندنا صلة قريبة مثلا انه ما عندك انه هذا القريب انه متلازمة داون ممكن تاخذي هذا تقولي يا حرام وبس، بس الأم رح تخاف وتقلق حتى وإن كانت عم تنكر المعلومة بس جواتها ممكن تتأثر، فهي بدها تنتبه شو عم تسمع ومين عم تسمع، وأكيد بدها تنتبه لصحتها النفسية هي يعني كمان ما تنسى حالها، يعني الواحد ما بيقدر يعطي للآخر إذا ما هو اعتنى بحاله ما هيك. فالأمهات عم ينقسموا اسمين اللي عندهم حالات خاصة إما بيروحوا على حدا أنه خلص هي الله بعت لي إياه وأنا بطعميه وأنا بشربه وأنا بكل شيء أنا عايشة أنا بساعده لهالطفل وهذا طبعا جانب مانو صحي، وإما بيكون في يعني ضغط على حاله كرمال ابنه يعني هون لا نروح بالإكستريم لا نروح لهون لا نروح لهون، أكيد ننتبه حتى على حالنا نحن شو عنا هوايات شو عنا مشاوير في عنا حالات أوقات خاصة تكون إلي اقرأ كتاب اسمع شيء مفيد لإلي لحتى أقدر أكون متابعة مع أبنائي بشكل عام وبشكل خاص مع متلازمة داون. تمام، اليوم بدنا هيك نصائح أخيرة منك عائشة لحتى للأمهات اللي عندها أحد أطفال متلازمة داون، كيف هي ممكن تدمجه بالمجتمع، كيف هي ممكن إن ما تخاف عليه من التنمر، بالعكس هي دائما تكون مثل ما ذكرنا الداعم الأساسي له وما تفكر بأي شيء هي تدعمه وتبعده عن هدول القصص، وكيف ممكن هي تدمجه فعلا بالمجتمع تخليه شخص فاعل. يمكن هذا الشيء من الشهور الأولى فينا ندمج الطفل أو من السنوات الأولى، خلينا نقدم شوي من هاي النصائح. هلا أكيد هو التدخل المبكر كتير بيفيد، يعني أنت لما عم تشتغلي مع الطفل بعمر صغير أطفالنا اللي ما عندهم إعاقات بعمر صغير قدي صح إنه نشتغل معهم بهذا العمر ما نتأخر عليهم، وأكيد وبالتالي متلازمة داون وغيرها من الإعاقات يفترض التدخل المبكر وهذا اللي بنسعى له نحن كمختصين بهذا المجال. بدنا نقول دائما انه ثقفي نفسك بهذا المجال، اتبعي دورات بتقدري تتعاملي فيها مع ابنك وسلوك ابنك يلي ممكن يظهر لك بكل مرحله من مراحل ابنك او بنتك، ممكن تمرق بمرحله البلوغ فبدها كمان تهيئه بهذا الشيء لحتى تقدر تتعامل معه مع الطفل، غير انها تتبع دورات كمان ممكن هي
قد ما بتقدر إنها هي تعطيه مهام يقوم فيها الطفل منه من حاله. يعني ما نكون نحن إنه عنا طفل ذوي متلازمة داون لازم نحن اللي يعمل هيك إنه أنا بعطيه الأكلة، لا، كمان عطيه مساحته، منجزئ له الأهداف لمهام صغيرة، خليه هو يقوم يشتغل لحاله، يرتب تخته لحاله، يعمل الأمور اللي شوي شوي. ممكن التعليم يكون ببطء، بس ما علينا، خليه نحن بالنهاية ما لنا دايمينه، وهذا لازم إن كل أم تنتبه لهذا الشيء وتتبع مع المراكز اللي عم تشتغل معه، تدمجه بمراكز وإن كان مدارس خاصة، معاهد متخصصة بالأشخاص اللي عندهم إعاقة بأول فترة لحتى تدمجه بالمدرسة إذا كانت حالته بتسمح إنه يدمجه بالمدرسة. التابع بخطته الفردية، التابع في فعاليات مقدمة تحاول تساعده إنه هو يروح بهي الفعاليات، وهي شو عندها واجبات تكفيها بالبيت معه أكيد لازم تتابع معه. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كتير اختصاصية التربوية عائشة قشاش، أهلا وسهلا فيكي.